دلوقتي قدام شجر التوت زي ما انتوا شايفين في شهر الصيف، بداية الصيف هو بيظهر في بداية الصيف. واحنا اتكلمنا قبل كده عن فوائد التوت العظيمة المذهلة، لان في فوائد عظيمة جدا، واحنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كيف يكون التوت دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. دلوقتي بس احب افكركم بالفوائد بتاعته العظيمة، وبعدين هتكلم عن كيف يكون التوت دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. شايفين زي ما انتوا قدامنا كده التوت جميل ازاي وهو بيتساقط اصلا في الارض. هوريكم بعض المشاهد اللي هو فيه في الارض. اهي يا جماعة قدامنا توت اهو ظاهر، اهو كمان هو بيتساقط لوحده في الارض. اول ما الثمرة بتكمل بتبقى صالحة للأكل، فسبحان الله هي بتسقط لوحدها. وإحنا يمكن اتكلمنا على فوائد التوت، جميلة جدا، وطبعا بيحبوه الكبار والصغار لأن طعمه لذيذ وفيه مسكر. فأنا هكلمكم دلوقتي على الفوائد بسرعة، أذكركم بيها وأقول لكم إزاي بيكون دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى شجر التوت. معانا هو شجر التوت ظاهر أهو في الصورة، يا رب تكونوا شايفينها كويس. احنا اتكلمنا من قبل، اتكلمنا على الفوائد. قلنا ان هو بيحتوي على فيتامين ألف وب وجيم، وقلنا ان هو غني بالمعادن زي الكالسيوم والنحاس والفوسفور والبوتاسيوم، والإضافة إلى مضاد الأكسدة كمان، وهو غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس، وبيساعد على تحسين وظائف المخ. وقلنا كمان ان هو بينشط الخلايا وبيساعد الخلايا والوقاية كمان من التلف. وقلنا ان هو كمان بيقوي الذاكرة وله القدرة على الفهم، وبيقي كمان من خطر الزهايمر، وكمان بيحافظ على الأوعية الدموية، ويعني عدم التعرض للنوبات القلبية كمان، لأنه بيوسع شرايين القلب، فبالتالي فهو يعني فوائده عظيمة جدا للقلب. وكمان قلنا إن هو بيقوي جهاز المناعة، وبيعمل على منع الخلايا السرطانية. يعني سبحان الله ده كمان من ضمن الفواكه اللي ربنا خلقها، بيساعد على الحفاظ على التجنب من السرطان والعياذ بالله. بيعمل على الوقاية طبعا من السرطان، وبيعالج جميع بقى الالتهابات. سبحان الله، التهابات المفاصل الروماتيزمية بأنواعها، والتهاب المسالك البولية خاصة، وبيعمل على منع البكتيريا الملتصقة بالمثانة والقضاء عليها، وكمان بيقلل ألم الولادة، وبيعالج كمان مشاكل الكبد. ما تنسوش ديت ان هو يعني من الفاكهة الغنية جدا اللي هي بتساعد على مشاكل الكبد كله يعني باحتوائه. وبيهدي السعال، وبينظم ضربات القلب، وبيقي كمان من نزلات البرد والانفلونزا اللي هي بتبقى في فصل الصيف بالاخص. طبعا احنا عندنا يعني يعتبر صيدلية جميلة جدا عندنا، اكل التوت مفيد جدا، وسبحان الله يعني له القدرة على اشياء كثيرة بالذات يعني للخلايا المخ. فيعني يا ريت حتى الكبار كمان يحرصوا على اكل التوت، لان ده بيفيدهم كمان في عدم الزهايمر. احنا هنتكلم دلوقتي على الدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. نشوف مع بعض برضو التوت. سبحان الله، التوت اهو في الارض، وبص تلاقي كمان في الحشرات بتيجي على التوت تتغذى منه، زي ما انتوا شايفين كده في الصورة النمل بيتلم عليه، وفي نحل بيجيله، في أشياء كتيرة جدا بتيجي للنحل بتتغذى عليه. فسبحان الله بيرزق من يشاء. معانا أهو
التوت. كيف يكون التوت دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه حينما جاءه بعض الناس وسألوه هذا السؤال فأجاب وقال الدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى التوت، ورق التوت. فتعجبوا جدا من الإجابة، فكانت إجابة الشيخ أن ورقة التوت طعمها واحد، لكن إذا أكلها دود القز أخرجت حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسل، وإذا أكلها الظبي أخرج المسك ذات الرائحة الطيبة. ثم قال حريرا ناعما وعسلا نقيا ومسك المادة واحدة والصنعة مختلفة، فمن الصانع؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فسبحان الخالق فيما خلق، وهذا حال سبحان الله، وهكذا نحن البشر، الخالق واحد ولكن الأشخاص مختلفة عن الآخر. فسبحان الله يعني شوف يعني الصنعة واحدة لكن الفوائد متعددة. أنا بذكركم بفوائد التوت وأنا اتكلمت عنها قبل كده، فياريت تحرصوا على أكل التوت لأنه مفيد جدا جدا للصحة، وهو ما بيظهرش إلا شهر واحد في السنة يا جماعة، فلازم يعني تكونوا حريصين على أكله. وفي منه التوت الأحمر والتوت الأسود برضو ليهم فوائد عظيمة جدا، وبيفيدوا في عملية التخسيس كمان أيضا التوت الأحمر. فياريت تحرصوا على أكله لأنه بيقي فعلا من أمراض عديدة جدا لجسم الإنسان. ولكم بألف تحية، السلام عليكم، معكم نجلاء زايد.